أما بعد أيها الإخوة الكرام، ينتظر الناس خلال الأيام القادمة شعيرة من أعظم شعائر الله تعالى، الشعيرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء من قبله أدوها لله تعالى. فإن الله جل وعلا أمر إبراهيم عليه السلام فرفع قواعد البيت، ثم قال الله تعالى له: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فنادى إبراهيم عليه السلام وحج إبراهيم عليه السلام، ولم يزل الأنبياء من بعده يحجون. ولما حج النبي صلوات ربي وسلامه عليه مر على ثنية من الثنايا، قال لأصحابه: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا، سموها. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى عند هذه الثنية له جؤار بالتلبية والتكبير. ثم مضى صلى الله عليه وسلم يمشي، فمر على وادي الأزرق، قال: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أرى أخي يونس عليه السلام عند هذا الوادي له جؤار بالتلبية والتكبير. ثم يمضي صلى الله عليه وسلم في ركب هؤلاء الأنبياء، يمضي معظما لهذا البيت الحرام، حاجا إليه، ملبيا لله تعالى. ثم يقف صلوات ربي وسلامه عليه في اليوم العظيم، في يوم عرفة، خطيبا بأصحابه. هذا اليوم الذي يباهي الله تعالى ملائكته بعباده، ويقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. ويدنو الله تعالى من عباده: ولم يرى الشيطان في يوم هو أحقر ولا أذل ولا أقل ولا أدنى منه مما يكون منه في يوم عرفة إلا ما كان منهم في يوم بدر، فإنه رأى في يوم بدر تنزل الملائكة. يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأصحابه، فيهم الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجمي والأبيض والأسود، فيهم أنواع الناس، قام صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا. فكان مما قال صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك اليوم العظيم الذي وافق في حجته صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، وقال رجل يوما من اليهود لعمر، قال: يا عمر، إن آية عندكم في القرآن لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إننا لنعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الناس في عرفة. فذلك اليوم العظيم خصه الله تعالى بإكمال الدين وإتمام الشرائع وختم الأحكام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على الناس. خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة اختصرها، لكنه جمع فيها صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بعقائد الناس والتعاملات بينهم وغير ذلك من الأحكام التي ذكرها صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في يوم عرفة التي حضرها جموع عظيمة لم تحضر قبلها ولا بعدها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يخطب في المدينة فيحضر بين يديه أهل المدينة ومن جاءهم من الوفود أو ممن حول المدينة، لكنه في يوم عرفة حضره الناس المسلمون من كل مكان واجتمعوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. خطبهم صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقب داعي ربه ليقبض روحه، ولما نزلت عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، علم صلى الله عليه وسلم أنه حضور أجله. وفي رمضان الذي كان قبل تلك الحجة عارضه جبريل القرآن مرتين، راجعه معه، وكان في كل رمضان يراجعه مرة، فعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لفاطمة
رضي الله عنها: لا أراه إلا حضور أجلي. وفعلا رجع صلى الله عليه وسلم من الحج، وبعده بشهرين أو ثلاثة توفي صلى الله عليه وسلم. فيقول للناس: هذا آخر لقاء بيننا، إن اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لا يجوز للمرء أن يعتدي على مال أخيه، ولا أن يعتدي على دمه، ولا أن يعتدي على عرضه. كل هذا حرام كحرمة ذلك اليوم في ذلك الشهر في تلك المدينة في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ما كان عندكم في الجاهلية من طباع ومن عادات ومن دين ومن شرك ومن بدع، كله ملغى اليوم، يكون تحت قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تعالى بالدين القويم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. فكل ما كان من أمر الجاهلية من ربا ومن وأد البنات ومن قتل بغير حق ومن ألفاظ محرمة ومن وقوع في أنواع الفواحش، كل هذا ألغاه الإسلام ووضعه صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. ثم قال: وإن دماء الجاهلية موضوعة. كل ما كان من انتقامات في الجاهلية، إن رأيت اليوم قاتل أبيك أو قاتل أخيك قتله أيام الجاهلية وقد أسلمتما، فقد ألغى الإسلام ما كان في ذلك الحال. ربما تعطى لك الدية، لكن لا يجوز أن تعتدي عليه بالقتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. الشيطان يئس أن يعود الناس في جزيرة العرب إلى عبادة هبل واللات والعز والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يئس الشيطان من ذلك، لكنه رضي أن يقع المسلم فيما سوى ذلك من البدع ومن المحرمات. رضي أن يقع في أنواع من البدع وأنواع من المحرم، من نظرة المحرمة، من أكل مال بباطل، من ظلم لأحد، من نوم عن صلاة. فالشيطان مهما وسوس للمسلم، الشيطان نفسه لا يؤمل أن يعيد ذلك المسلم إلى ما كان عليه الناس في الجاهلية من أن يحضر صنما ويعبده. الشيطان يأس من ذلك، لكن الشيطان لم ييأس من إضلال الناس وإيقاعهم في المعاصي، فهو لا يزال يحكرون أعمالا يقعون فيها، والشيطان هو الذي وسوس لهم فيها. كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. وكم من الناس اليوم يقعون في أنواع من البدع، يقعون في تفريط في الصلاة، ربما ظلم أحدا أو أكل مال أحد أو وقع في شيء محرم، والشيطان هو الذي يؤزه على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. ثم أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بزوجته، الزوجة التي وثق أهلها فيك، وقد ربيت عند أبيها منذ ولادتها وأكرمها وحماها وتعب لأجل رعايتها والنفقة عليها، وكم من يوم بات جوعان أو تعبان ليوفر لها لقمة أو مصروفا، ثم إذا اكتملت في شبابها وحسنها أعطاك إياها. هؤلاء الذين أعطوك أمانة كانوا يرعونها سنين، اتق الله فيها وأحسن إليها. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. الأب وضعها أمانة عندك، ما قال خذ ابنتي اجلس معها اعبث بها كما تشاء، إنما هي أمانة من رقبتي إلى رقبتك، في النفقة عليها،
وحسن الخلق معها وحماية عرضها والقيام على شأنها واحترامها وإكرامها، أخذتموهن بأمانة الله. أنت ما أخذتها من وسط الطريق، أنت جئت إليها مكرمة معززة عند أهلها وخطبتها ثم عقدت عليها العقد الشرعي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، التي هي العقد الشرعي، زوجتك قبلت. فأنت لم تأخذها هكذا، وإنما أخذتها عبر أمانة وعبر حكم وعبر كلمة الله وحكمه الشرعي. إن لكم عليهن حقا، وله وإن لهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. يعني لا يجوز للمرأة إذا قال لها زوجها مثلا: جارتنا فلانة التي تفسدك وتفعل كذا وكذا، لا أريدها أن تدخل بيتي، فلا يجوز شرعا للمرأة أن تأذن لتلك المرأة بدخول البيت. وإذا منعها من صلة أهلها أو إخوتها أو أخواتها بغير سبب فهذا له حكم يناقش فيه، لكن إذا كان هناك سبب من إفساد يفسدونه أو تأثير سيء يفعلونه، وهو شيء واقع حقيقة غير متخيل ولا متوقع وإنما هو حقيقة، فلكل حادث حديث. لكن حق المرأة على زوجها عظيم، وخيركم خيركم لأهله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووالله أيها المسلمون، لو التزم الناس اليوم، المسلمون اليوم قرابة 1,800,000,000، هم ثلث العالم، لو أن المسلمين اليوم اجتمعوا على ما في الكتاب والسنة، والله لن تجد أحدا يقول لك: هذا سني وهذا شيعي وهذا صوفي وهذا باطني وهذا كذا، وكلهم سيصبحون على الكتاب والسنة لو التزموا جميعا بها. لكن الشيطان أقبل وزين لهذا ووسوس لهذا وأضل هذا، فخالف هذا ما في السنة وخالف هذا ما في القرآن. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. والاعتصام هو الالتصاق بالشيء والتعلق به، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالجماعة وبالسمع والطاعة، لأنه يعلم أنه عليه الصلاة والسلام سيأتيه يوم يمضي إلى ربه ويتوفى، ثم يؤمر على الناس أمراء منهم، ليسوا بأنبياء إنما أمراء منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، يعني لمن يتولى أمركم، اسمعوا وأطيعوا. وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، يعني مقطوع الأنف أو الأطراف، ما أقام فيكم كتاب الله تعالى. ولا شك أن لزوم الجماعة ولزوم الإمام وولي الأمر هو الذي يجمع الله تعالى به الكلمة ويقوي به الصف ويوحد به الأمة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حجة الوداع، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الرقيق والخدم، فقال: أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. إذا كان عندك عبد رقيق ملك يمين، فينبغي إكرامه وحسن التعامل معه، وكذلك كل من كان يعمل تحت يدك ممن زادك الله مالا عليه فأصبح سخرة بين يديك، يعمل بين يديك بأجرة، لا بد أن يعامل التعامل الحسن، وأن يلبس اللبس الحسن، وأن يحسن إليه. فالله تعالى رفع بعض الناس فوق بعض درجات، لكنه أمر من رفع بالإحسان إلى من تحته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة،
فلا يجوز أن تقول أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا وأنت نسبك كذا وأنا كذا. كل المسلمين إخوة، وكلكم من آدم وآدم من تراب. فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلمن أنفسكم. لا يجوز أن تأخذ من مال أحد، أو أن تأخذ قلمه، أو أن تتصل بهاتفه، أو تأخذ سيارته تذهب بها إلى مشوار، أو تلبس شيئا من لباسه إذا كنتم في شقة واحدة بغير استئذانه. لا يجوز إلا بطيب نفس منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما رفع بصره إلى السماء قال: اللهم هل بلغت؟ كأنه يقول: يا ربي أنت أمرتني بهذا البلاغ، وأنت يا ربي سميع بصير، ترانا وتسمعنا، أحاطك سمعك وعلمك وبصرك بكل شيء، اللهم هل بلغت؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ووالله ما أتيت الأمة اليوم إلا لما حرش الشيطان بينهم وبدأت الأمة يقاتل بعضها بعضا. قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من قد سمعه. يا أيها الناس إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيصر صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا جانب من خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم العظيم. أسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته ويجمعنا به في جنته. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستقبل خلال الأيام القادمة أياما مباركة، منها يوم عرفة وهو يوم الاثنين القادم بإذن الله. هذا اليوم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم يوم عرفة أفضل من يوم النحر يوم العيد، وأفضل من يوم عاشوراء، وأفضل من أيام رمضان، وأفضل من أيام تسع ذي الحجة كلها أو عشر ذي الحجة. يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك يسن الدعاء أيها الإخوة الكرام الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، ليس للحاج فقط، وإن كان الحاج اجتمع له شرف الزمان وشرف المكان فدعاؤه أفضل، لكن غير الحاج إن فاته شرف المكان أنه ليس في عرفة مع الناس فله شرف الزمان وهو أنه في يوم مبارك، مثل الذي يدعو في ثلث الليل الأخير. فالذي يدعو مثلا وهو في الحرم بين يدي الكعبة بلا شك أنه أفضل من الذي يدعو في الثلث الأخير في غيره من الأماكن، فإن الأول حصل شرف الزمان وشرف المكان، لكن الآخر حصل شرف الزمان وحسبك به فضيلة أيضا. فيسن الإكثار في يوم عرفة من الدعاء، وهذا لغير الحاج، فما بالك بالحاج. فحتى لو لم تكن حاجا أيها المسلم، أكثر من الدعاء في يوم عرفة، أكثر في يوم عرفة من قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكثر فيه من التكبير، سواء في دبر الصلوات أو في غيرها على الصحيح. وصيام يوم عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنتين
السنة الماضية والسنة القابلة، فصم أيضا يوم عرفة، وإن صمت يوما قبله فلا بأس، لكن صم يوم عرفة تأكيدا على فضله عند الله تعالى. وإن تيسر في يوم عرفة أن تكثر من العبادة، لأنه خير يوم، صل الضحى في يوم عرفة، احرص عليها، احرص على تلاوة القرآن، احرص إذا صليت الفجر في المسجد أن تجلس إلى أن تشرق الشمس ليكون لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا كله أيها الإخوة الكرام من استثمار يوم عرفة. وبعد يوم عرفة يوم العيد، وله أحكام، لعلنا نؤجل بعض أحكامه في خطبة العيد، لكن هناك بعض الأحكام لا بد أن تذكر قبل العيد. من ذلك أنه ينبغي أن يخرج المرء إلى صلاة العيد بأهله جميعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الجميع أن يخرجوا لصلاة العيد، النساء والأطفال والعواتق التي لم يتزوجن من الفتيات، حتى النساء الحيض التي ليس عليها صلاة يأمرها بالخروج لصلاة العيد. هي لن تصلي معهم، لكن تجلس تعتزل المصلى، تسمع الخطبة وترى فرحة الناس وتشهد دعوة المسلمين. فيوم العيد يوم مشهود ينبغي المرء أن يحرص عليه. ويسن أيها الإخوة في يوم العيد ألا يخرج، إذا ألا يأكل شيئا حتى يرجع من صلاة العيد. فإن كان له أضحية كان أول ما يأكل من أضحيته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. هذا في يوم عيد الأضحى، ألا أن تخرج من غير إفطار، لا تأكل شيئا. ثم إذا رجعت من صلاة العيد إن كان لك أضحية ونحرتها فأكل من كل من أضحيتك، فصل لربك وانحر، صل العيد ثم انحر أضحيتك. وإن لم يكن له أضحية أكل ما تيسر بعد صلاة العيد، وإن أكل قبل صلاة العيد فهو جائز، لكن كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل شيئا قبل أن يصلي العيد. ويسن الإكثار من التكبير خلال يوم العيد وما بعده إلى آخر أيام التشريق. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم يسر لهم أداء نسكهم يا رب العالمين. اللهم وجزي خير الجزاء من قام عليهم برعايتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى، وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.